بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني لا يجوز أن تصوم قبل رمضان يوم أو يومين بزعم أنه احتياط، هذا لا يجوز. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه. إذا كان إنسان تعود أن يصوم الاثنين والخميس مثلاً، وكان آخر يوم من شعبان اثنين أو خميس، فيصوم حسب عادته. وأما أن يتعمد يصوم يوم قبل رمضان هذا منهي عنه. وحدثناه يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية يعني ابن سلام حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد، حدثنا أيوب حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، أي حلف، أن لا يدخل على أزواجه شهراً، حلف أن لا يدخل على أزواجه شهراً لعلهن يتأدبن. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال: إن الشهر 29، الشهر تارة يكون 30 وتارة يكون 29، والصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته. حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهراً، فخرج إلينا في 29، فقلنا: إنما اليوم 29، فقال: إنما الشهر، وصفق يديه 3 مرات، يعني هكذا 10 وهكذا 10، ثم قال: وحبس إصبعاً واحدة في الآخرة، يعني 29. فالشهر تارة يكون 30 وتارة يكون 29، والعمدة هو الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال:
حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا، فخرج إلينا صباح 29، فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثًا مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة بتسعٍ منها، يعني تارةً يكون 30 وتارةً 29. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، غدا صباحا أو راح مساء، فقيل له: حلفت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما، يعني تارةً 30 وتارةً 29. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعًا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى، فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعًا، تارةً 30 وتارةً 29. وحدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، 10 و10 و9 مرة. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاد، حدثنا علي بن الحسين بن شقيق وسلمة بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كُريب أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، قال كُريب: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، أي رأيت هلال رمضان ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي. فإذا كان المطلع مختلف فكل بلد لهم مطلعهم،
أما إذا كانت البلاد متساوية متقاربة، إذا رؤية هنا رؤية هنا فيصومون إذا رأوا، وأما إذا كانت المطالع مختلفة فكل بلد له رؤيتها. ففي الشام صاموا ليلة صاموا يوم الجمعة، وأما أهل المدينة صاموا يوم السبت حسب الرؤية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة، مكان بين الطائف وبين مكة، قال: تراءينا الهلال، أي حرصنا على أن نرى الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، يعني الليلة ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، يعني الليلة الثالثة، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة، فهو لليلة رأيتموه، يعني أن الله تعالى مد في هذا الهلال حتى تروه، فلما رأيتموه يعتبر أول ليلة. إن الله مده للرؤية فهو لليلة، رأيتموه، يعني أول ليلة. قال النووي رحمه الله: ومعناه أطال مدته إلى الرؤية، يعني حتى تروه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. شهرا عيد لا ينقصان، رمضان الذي في آخره عيد رمضان شوال، وذو الحجة لأن فيه عيد النحر يوم العاشر، فلا ينقص. شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. قال النووي رحمه الله: قال الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما، لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. شهر عيد لا ينقصان، يعني لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان، في حديث خالد: شهرا عيد رمضان وذو الحجة. أي لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال له عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالاً أبيض وعقالاً أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو
سواد الليل وبياض النهار. المراد بالخيط الأبيض ضوء الفجر، والمراد بالخيط الأسود ظلمة الليل. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض أي ضوء الفجر من الخيط الأسود وهو ظلمة الليل. فعدي ظن أنه الخيط المعروف، فجعل خيط أبيض وخيط أسود تحت الوسادة، وينظر متى ما علم عرف هذا من هذا يأكل ويشرب، فإذا لم إذا تبين له هذا فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن المراد به ضوء الفجر وظلمة الليل، لا الخيط الأسود المعروف ولا الخيط الأبيض المعروف، إنما هو ضوء الفجر وسواد الليل. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. فقوله من الفجر تأخر نزوله ثم أنزله، فتبين أن المراد بالخيط الأبيض هو ضوء الفجر والخيط الأسود هو سواد الليل. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار، ظلمة الليل وضوء الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالاً رضي الله عنه يؤذن بليل، يعني قبل الفجر، فكلوا واشربوا، يعني من أراد الصيام إذا سمع أذان بلال يأكل ويشرب لأنه أذن قبل الفجر، حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه كان يؤذن إذا طلع الفجر. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالاً رضي الله عنه يؤذن بليل، يعني قبل الفجر، فكلوا واشربوا، أي من أراد الصيام، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه، لأنه يؤذن إذا طلع الفجر. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالاً يؤذن بليل، يعني الأذان الأول قبل الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني وقت قليل. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثنا القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا إسحاق أخبرنا عبدة حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا حماد بن مسعدة، كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال، يعني من الأكل لمن أراد الصوم، أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن، أو قال ينادي بليل، أي قبل طلوع الفجر، ليرجع قائمكم أي ليستعد للفجر، ويوقظ نائمكم ليستعد لصلاة الفجر. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها، يعني الضوء الذي يكون عمودي على طول هذا ليس بفجر، حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه حتى ينتشر الضوء، فإذا كان الضوء كالعمود فالفجر ما طلع، إذا كان هكذا منتشر فهذا هو الفجر. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، غير أنه قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها، يعني على طول ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة، الإصبع هذا على الإصبع هذا وهكذا منتشر الضوء ومد يديه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معتمر بن سليمان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله: ينبه نائمكم ويرجع قائمكم، يعني الأذان الأول النائم يستيقظ والقائم يستعد للفجر. وقال إسحاق: قال جرير في حديثه: وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض، يعني الضوء المعترض في السماء وليس بالمستطيل الذي كالعمود. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري، حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير، يعني حتى ينتشر الضوء في السماء. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا، يعني حتى ينتشر الضوء. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني بن زيد، حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، أي ينتشر. وحكاه حماد بيديه، قال يعني معترضا أن يكون الضوء منتشر في السماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سوادة قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال: حتى ينفجر الفجر، أي ينتشر الضوء في السماء. وحدثناه ابن المثنى، حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرني سواد بن حنظلة القشيري قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو زهير بن حرب عن ابن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على أكل السحور وأن الله جعل فيه بركة معونة على الصيام والقيام، فينبغي للمسلم أن يتسحر ويؤخر السحور قبل الفجر بنصف ساعة تقريبا، ويكون ذلك عونا له على الصيام والقيام. تسحروا فإن في السحور بركة، الله يجعل فيه بركة ومعونة على الطاعة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحور، فالمسلمون يتسحرون ويجعل الله فيه بركة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حاء وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. فالسحور يؤخر قبل الفجر بقليل. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإذا غربت الشمس يفطر الصائم، لا ينبغي أن يتأخر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، إذا غربت الشمس وتأكدت من الغروب افطر، لا تؤخر حتى تشتبك النجوم في السماء كما يفعل بعض المبتدعة. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار، يعني إذا تأكد من غروب الشمس ويعجل الصلاة صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. فإذا غربت الشمس وتأكدت من الغروب افطر ثم صل المغرب، لا تؤخر. وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة
عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أي لا يقصر عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، يعني إذا غربت الشمس، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير، واتفقوا في اللفظ. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية، وقال ابن نمير: حدثنا أبي، وقال أبو كريب: حدثنا أبو أسامة، جميعاً عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد إذا أقبل الليل أي بظلامه، وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، يعني اخلط لنا السويق بالماء أو بغيره، انزل فاجدح لنا، أي اخلط السويق بالماء وغيره. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت، أي انتظر. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الهلال، أي سواد الليل، قد أقبل من هاهنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وحدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، أي اخلط السويق بالماء أو غيره، مثل حديث ابن مسر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان حا، وحدثنا إسحاق، أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حا، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث ابن مسر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل من هاهنا إلا في رواية هشيم وحده. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله، صفحة 172 قال رحمه الله: فصل. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب
شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا الله إليه المصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أولي الجد في العبادة والتشمير رضي الله عنهم. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان منكم فرط فيه فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام. وبادروا رحمكم الله أوقات شهركم الباقية، واستدركوا صالح العمل. عباد الله، كم أناس صلوا في هذا الشهر صلاة التراويح وأوقدوا المساجد طلبًا للأجر المصابيح، ونسخوا بإحسانهم كل فعلٍ قبيح، وقبل التمام سكنوا الضريح، أي توفوا ولم ينفعهم المال والآمال. لما نُقِلوا رحلوا عن الدنيا، رحلوا عن الدنيا قِدمًا قِدمًا، ونُقِض ما بنوه هدمًا هدمًا. أدارت عليهم المنون رحاها، وأحلَّت وجوههم في الثرى فمحاها. وهذا حالك عن قريب، فتيقظ يا قليل الزاد، وحادي رحيله قد حدا، تأهب للتلف وتهيأ للردى. ذهب عنك شهر الصيام وودعك، وسارت فيه قوافل الصالحين، وجهلك منعك، والتوبيخ متوفر، فما أرجعك ولا أزعجك، وأنت تؤمل منازل العاملين بأفعال الغافلين، فما أطمعك. يا من أصبح ساعياً إلى ما يضره، ستعلم من يأتي غداً حزيناً متندماً. كم من صائم يفضحه الحساب والعرض، وكم من عاص في هذا الشهر تستغيث منه الأرض. فيا ليت شعري من المقبول منا، فنهنيه على توفيق الله له بحسن عمله. اللهم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا ليت شعري من المطرود، فنعزيه بسوء عمله، نعوذ بالله من ذلك. فيا أيها المقبول، هنيئًا لك بثواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفوه وامتنانه. ويا أيها المطرود بإصراره وطغيانه وظلمه وغفلته وخسرانه وتماديه في عصيانه، لقد عظمت مصيبتك وخسرت تجارتك وطالت ندامتك، فيا لها من خسارة لا تشبهها خسارة. لله در أقوام حرسوا بالتقى أوقاتهم، وتدرعوا دروع المراقبة في صبرهم، وجمعوا بين الصدق والإخلاص في ذكرهم، صبروا باليقين على ظمأ الهواجر، وبسطوا أقدامهم على بساط الدياجر، وعملوا ليوم فيه القلوب لدى الحناجر. أقبلوا على خدمة ربهم، أي على عبادة ربهم عز وجل، إقبال عالم، وما سلكوا إلا الطريق السالم. تذكروا ذنوبهم القدائم، فجددوا التوبة بصدق العزائم، وعدوا التقصير من العظائم، وبذلوا المهج الكرائم. فإذا جن الليل فساجد وقائم، ولا يخافون في الله لومة لائم. أين أنت وهم؟ فهل ترى الساهر كالنائم؟ كلا، ولا المفطر كالصائم. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسار، يعني الخضوع لله عز وجل. من أراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه،
ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، التذلل والخضوع والنظر إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، التذلل والخضوع لله تعالى والنظر في فضل الله ونعمه وشكره. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، التذلل والخضوع والنظر إلى نعم الله، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. فعلينا أن نتضرع إلى الله ونتوب إلى الله ونتذلل بين يديه ونندم على ما فرطنا، عسى الله أن يرحمنا. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. المؤمن يسير إلى الله بين النظر إلى فضل الله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، والنظر في عيبه وتقصيره، ينظر إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وينظر إلى ذنوبه وعيوبه فيتوب ويستغفر ويندم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه: سيد الاستغفار، أي أفضل صيغ الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فينبغي أن نتوب إلى الله بهذا الاستغفار: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بين مشاهدة المنة أي النعم ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة أي النعم توجب المحبة والحمد والشكر لولي النعم جل وعلا، والإحسان ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلساً. وأقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو باب الإفلاس، يعني الاستغفار والإقرار بالذنوب، فلا يرى لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يتضرع إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله: اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وتداركنا برحمتك، ما لنا غيرك يا أرحم الراحمين. بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، ودخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه، أي سويداء قلبه، فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته
إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة فاقة أي فقر تامة وضرورة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله تعالى ويتداركه برحمته. اللهم تداركنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من حزبك وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك وعبادتك، وجعلتهم ممن قبلت صيامه وقيامه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين.